طالب من شتى بقاع ليبيا، وهذه خصوصية أيضا كللت بالنجاح، وها نحن نجني ثمارها اليوم. هذه الطلبة خريجين المعهد العالي لشؤون الطاقة بشخرة، تم بدراسة تقنية النفط والغاز والطاقات المتجددة. هيئة التدريس ومتعاونين ومعيدين وموظفين بالمعهد تميزهم لأنهم تخرجوا أول دفعة لهذا المعهد. حفل تخرج أول دفعة من هذا المعهد. الآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وتلك المعاناة تمت خلال المرحلة بها كثير من اليوم نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من طلبة قسم الهندسة النفطية. نتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية، ونقول لهم ألف مبروك للخريجين، ونتمنى لهم حياة سعيدة. أيضا نشكر كل من ساهم في تخريج هذه الدفعة من أعضاء هيئة التدريس ومعيدين وموظفين. جميل أن الطلبة يكرموا مديرهم. إنتاج الزيت الخام، عمليات إنتاج الزيت الخام هي. ها نحن نقف اليوم وقد أنهينا متطلبات الحصول على الدبلوم العالي من هذا. كل ما أردنا أن نشوف فيه أنه هو قد تحقق. واحد والكيمياء اثنين أعطيناه الكيمياء، واحد والكيمياء اثنين أعطيناه المعادلة. الترتيب الرابع الطالب سليمان خميس محمد 74.9. علي حسن أبو بكر. اليوم تجرى احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة الأولى. هذا المعهد اللي ينشي بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2015، الآن تقريبا في حدود أكثر من 400 طالب متواجدون فيه. فيه شعبتين، الشعبة الأولى خاصة بالهندسة النفطية، الشعبة الثانية خاصة بالطاقات المتجددة. الدفعة اللي موجودة الآن هي تقريبا في حدود 7 طلبة، الدفعة الأولى في حدود 7 طلبة من الخريجين. كل ما يثلج الصدر أن هذه القائمة اللي موجودة من قائمة الخريجين اليوم هي فيها من كل أنحاء ليبيا، وبالتالي هذا المعهد ما نقدرش نقول عليه أنه هو المعهد العالي اللي موجود في الواحات لأبناء الواحات فقط، هو أيضا لكافة الليبيين. كلمة الشاعر نفسي.